أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يجمع بين قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وبين قوله وبين قول من قال من أهل العلم لفظي بالقرآن مخلوق، وهل يجوز قول هذا الكلام؟ هذه مسألة اللفظ. الإمام أحمد يفصل: لفظي بالقرآن، هل تريد الملفوظ به؟ هذا غير مخلوق، هذا كلام الله. أو تريد اللفظ الذي هو الصوت، صوتك بالقرآن، هذا مخلوق بلا شك. ولذلك تختلف الأصوات، منها حسن ومنها ما ليس بحسن، ومنها قراءة جيدة ومنها قراءة غير جيدة. ولو كان المراد بذلك أن كل اللفظ غير مخلوق ما تفاوتت الألفاظ وأصوات القراء، ما في شك أن اللفظ فيه احتمال. فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي غير مخلوق حتى تفصل. تقول: هل تريد باللفظ الملفوظ؟ هذا غير مخلوق. أو تريد باللفظ الصوت والنطق؟ فهذا مخلوق. اللسان واللهوات والحلقوم وغير ذلك مخلوقة، أدوات الكلام مخلوقة. نعم، أنت كلامك مخلوق، تلفظك مخلوق، أما الملفوظ به أو غير مخلوق. من العلماء من لا يفصل ويقول: لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، منهم من يقول هذا، لكن التفصيل أحسن. نعم.